ما جاوش بينا راي تفضلت اليوم خير ما تصل التأجيل هذا خضراني نفساني نتاعك حتى نفساني نتاعك ما عادش لا نجم نخدم لا نجم مركز على القضيه هذه مانيش عارف شنو نعمل تعبت حتى مخي تعب انا كراعه ونامن راه غادي كان ثلاث سك ما عندي شيء راهو شو خير مني وليت شو خير ما عندي حتى شيء وليت شو خير مني برشا ريت برشا ظلم وريت برشا حوايج ما وليت ما نفساني في مخي تعب لا هما راهم وقت لموا حبوا يلموا اكثر عدد اللي يجي قدامهم معذور اللي عنده شكون في المركز واللي عنده شكون يعرف بوليسي واللي يعرف الواحد الكل نحوه خرجوا واللي ما يعرف حد هزوا كيك الكل ساعات قليله بعد ما نزلت علينا فجاه اغتيال الشهيد شكري بالعيد نهار 6 فيبري البلاد الكل تحركت مش كان منطقة قصيبة المديوني اللي منطقة صغيرة تابعة لولاية المستير البلاد الكل تحركت غاضبة على السياسة تعتبر أنه الفشل نتاعها أدى إلى هكذا اغتيالات سياسية وغاضبة كذلك من أداء أمني مهزوز إذا كان ما قلناش أصلا متواطئ مع هذا العنف المستشري واللي توج باغتيال يعني تاريخي في البلاد هذه فالناس كلها احتلت الشوارع وبطبيعه الحال ما كانش نصب عيونهم الا مقر الحزب الحاكم في قصيبه المديوني توجهوا له منادين بشعارات مدينه ليهم وتحملهم مسؤوليه الاغتيال هذايا في محطه اولى في محطه ثانيه توجهوا لمقر السلطه التنفيذيه اللي هو مقر مركز الامن الوطني بالمكان وكيف كيف محملين مسؤوليه التراخي في حمايه ارواح المواطنين التوانسه ومسؤوليه استشراء يعني العنف ومسؤوليه كذلك الأمن اللا مستتب في البلاد عندنا وثائق تبين أنه عملية حرق المركز أمر دبر بليل عندنا ما يفيد أنه تصور أنت شباب هائش مائش غاضب ما نجمش يلقى الوقت ويلقى راحة البال باش يقص يعني الحديد الشائك متاع المركز بتلك الدقة وبتلك الحرفية فالرواية والشكوك التي تناورنا هي وأنه والتي تساورنا هي وأنه أعوان الأمن هم من دبروا هذه الجريمة لأمر يعنيهم هما في هذه الحالة هذا كلام خطير راهو كلام خطير هذه ما يسمى بالجريمة المفتعلة